كرة لفريق نادي القادسية لبناء هجمة، ولكن كرة النجراني لم تكتمل. عبد الإله أرسلها، خطرة يا مصعب، جول، هي جول جول جول، يمر يعدي، جول 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 جول. روح روح، محل ما يعجبه روح، وسجل الهدف الثاني. روح يا عمي روح، ترك زودت الجروح، روح وسجل وسجل الهدف الثاني. الثاني يأتي بكرة جميلة وحل فردي عن طريق مصعب العتيبي. مصعب العتيبي يأتي بالحل الفردي، هذا هو المطلوب، أن تكون الحلول الفردية لها وقت محدد، لها ومكانها. شوف مصعب عد وراح، عد وراح، وتلاعب بالدفاع في الأولى، وهي على يسار حارس المرمى، على يسار حارس المرمى محمد عسيري. الله الله الله، روح روح، يا سلام يا سلام، بباطن القدم على يسارك يا عسيري. جميلة منك يا مصعب، جميلة منك يا مصعب. النصر يضع ثلاث نقاط في جيبه حتى الآن، يضع ثلاث نقاط حتى الآن في رصيده إلى الآن، بهدفين بهدفين. سجل الأول في شوط المباراة الأول عن طريق إبراهيم غالب، والآن مصعب العتيبي يأتي بالهدف الثاني. التبديل كان موجود في صفوف فريق نادي النصر، مناع العنسي كان هو الورقة التي نزلت قبل قليل بديلا لعبد الإله النصار. إذا مناع العنسي اللاعب رقم 15 كان بديلا لعبد الإله النصار اللاعب رقم 10. النتيجة إذا هدفين لفريق نادي النصر بمجهود رائع كان من هذا اللاعب مصعب العتيبي. أتى بالهدف الثاني بكرة رائعة تماما، كرة إلى العرضية تأتي من ماجد، طويلة وأمامية ولكن إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. حتى الآن النتائج الأخرى، الاتفاق لا يزال يتقدم بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذي يجمعه مع نظيره فريق نادي الشباب. إذن اللقاءات التي تقام في هذا المساء ذكرتها سابقا، ولكن لا يمنع ذلك أن نذكر بها مع صورة هذا الهدف الرائع عن طريق مصعب الذي لعبها بباطن القدم. وبالتالي مصعب العتيبي الذي يسجل هدف الشخصي الثالث في هذه المسابقة.